مصيبة يا جماعة بتحصل في بيوت ناس كتير، وبالذات في فصل الشتاء، والمصيبة دي قد يكون الناتج النهائي ليها الوفاة. من يومين كده كنت في أحد المستشفيات ودخل عليا أهل طفل جايين جري بيه. الطفل ما بيتحركش، حطولي على السرير بفحص الطفل وبسألهم إيه اللي حصل. أتفاجئ إن الطفل ده متوفي. وتتخيلوا السبب إيه؟ السبب هو بخار المية. الطفل بيدخل الحمام عشان يستحمى، بيقفل عليه الباب، بيفتح المية السخنة، بيبدأ بخار المية السخنة يملى الحمام واحدة واحدة. الحمام مفهوش أي مصدر تهوية، لا شفاط ولا شبابيك. يبدأ بخار المية يملى جو الحمام، فيبدأ يحصل نقص في الأكسجين. وطبعا نقص الأكسجين في الجو بينتج عنه نقص الأكسجين الواصل للرئتين والمخ، فيبدأ الطفل واحدة واحدة يحصل له دوخة ويحصل له إغماء، وبعدها بدقايق لو ما تلحقش الطفل للأسف بيتوفى. طب يا ترى نعمل ايه عشان نحمي اطفالنا من حاجة زي كده؟ اول حاجة مهم جدا يكون في الحمام مصدر تهوية، سواء شباك او شفاط. رقم اتنين مهم جدا ننبه على اطفالنا ان ما يطولوش في الحموم، والحاجة التانية لو حسوا باي دوخة يطلعوا جري على برة. ورقم تلاتة لو فرضنا ان الطفل اغمى عليه ودخلنا في مرحلة الاغماء، مهم جدا ندخل نسحب الطفل نطلعه برة الحمام لمكان فيه اكسجين، ونفحص النبض ونفحص النفس بتاع الطفل زي ما قلنا في الفيديو بتاع انقاذ حياة الطفل. وطبعا عايز اقول لكم الموضوع ده بيحصل مع الصغير والكبير، فبرضه النصيحة للناس الكبيرة. وبكده وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى تكونوا استفدتوا. شيروا الفيديو ده لاي حد تعرفوه، لعلنا نكون سبب في يوم من الايام في انقاذ حياة طفل. سلام.